السلام عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. ان شاء الله مع بعض كده بالجهاز اللي بيقيس الفيلم الداء بتاع الدهان هنقيس الباب ده الفيلم سيكنس بتاعه قد ايه، الصاج نفسه الميتال مع لوحده وهو وطبقة الاي دي، وبعد كده هو وطبقة البرايمر، وبعد كده هو وطبقة البيس كوت، وبعد كده هو وطبقة الكلير كوت. وللعلم العربي دي مرشوشه قبل كده، يعني دي المعجون ده مش اول مره هي مرشوشه قبل كده، واللي خلاني انتبهت لحاجه زي كده اهو. لو جينا بصينا هنا كده ممكن يحصل شويه لخفنه، انما هنا اللي خلاني اتاكد بقى، يعني انا بص ادي المعدن الاي دي البرايمر البيس كوت والكلير كوت، وبعد كده في لون بيج اهو. ده فهمت كده ان الباب مرشوش فوق، يعني واخد بقى متمعجن بقى في حته ما مش باينه، ممكن تكون هنا هنا ايا كان، ولكن في بيج وبعد كده واخد لون وبعد كده واخد الورنيش. نعتمد على بركه الله. مثلا ادي معانا المعدن، الجهاز ده بيقيس مثلا يعني ايه، لو قيسنا كده اهو ادانا ايه، ادانا مثلا اربعه يعني 100 مايكرون، تمام كده. الجهاز اللي معانا ده، ولا ما لناش ربع جهاز تاني، الجهاز اللي حاليا كده اهو اللي معانا ده الاربعه الفيلم الاربعه بيدينا 100 مايكرون، يعني واحد لو ادينا واحد بيكون الواحد بتاعها المفروض ان هو 25 مايكرون. يعني مثلا جينا نقيس كده على الميتال على طول المفروض ان هو يدينا صفر، نيجي نبص كده صفر، ليه ميتال صاج على طول؟ طب طبقه الاي دي او الالبو نيجي نقيس كده اهو، بص ادينا المفروض ان هو يدينا فعلا حوالي ايه بتاع 20 مايكرون او 25 مايكرون، يعني واحد، يعني معنى كده ان دي ان الطبقه بتاعت الاي دي كام؟ 25 مايكرون، والطبقه دي بتعمل حوالي 25 او 30 برضو، زائد ال 25 الاصليه دي، يعني المفروض احنا نقيس دي دلوقتي يدينا حوالي كام؟ من 40 ل 50 مثلا، بسم الله، ولكن في عمليات صنفره ممكن يكون اقل شويه، ولكن نشوف من 40 ل 50 يعني المفروض يدينا 2 او 2 2 تمام. طيب هنقيس بقى البيسكوت، طبقه البيسكوت والكلير كوت دي هي البيسكوت بتعملها حوالي 20 او 25 والكلير كوت 40، يعني ممكن الفيلم كله ده يدينا 5 مثلا، يعني ممكن يعمل 100 او 110. نيجي نقيس كده اهوت المفروض يدينا 5 او 6، 5 اهو، تمام كده، يعني كده الفيلم سيكونس بتاع العربيه دي 110. طيب هي مرشوشه بقى قبل كده، يعني بص هي مرشوشه اصلا، نيجي نقيس في اي حته ما فيهاش معجون المفروض يدينا 5.5، فمعنى كده ان العربيه ممكن تكون مرشوشه، ممكن تكون مرشوشه ومش مديه على الجهاز، واخد بالك؟ يعني ممكن مثلا في حته هنا دي بتلمع شويه اهي، ممكن نيجي نقيس عليها 5.5. طيب تيجي نخش شويه هنا كده مثلا 5، يعني لو هي مش مرشوشة كان ممكن يدينا 4 مثلا، زائد الطبقة اللي نزلت هي عبارة عن طبقة ايه، وش رصاص البيج ده خفيف، ده اللي رشها بقى، بعد كده وش بسكوت وايه وش كلير كوت، يعني القصة كلها بيتكلم في حوالي ايه 50 مايكرو مثلا، 50 مايكرو يعني هيزود هنا 2 مثلا او 1.5، هو تقريبا اللي هي ايه بيديها لنا دي، ان الطبيعي بيدينا بردك من 4 ل 5، العربية فابريكا بتدينا من 4 ل 5، يعني الفيلم سيجنس بتاع الفابريكا اصلا بيكون كام؟ حوالي 100 مايكرون، 130 140 مايكرون، 150 احيانا كده، يعني انه ممكن حتى عادي في بعض المصانع او يعني مصانع كثيره ممكن ترش العربيه مره ثانيه عادي، مفيش مشاكل يعني. طيب ممكن نقيس مثلا مكان زي دون، ده هنا 5.5 مع انه واخد معجون، واخد بالك؟ ده هنا 6.5 هنا عشان دي عميقه شويه، يعني الحته دي كده بقت كام مايكرون؟ بقت حوالي مثلا 150 مايكرون، فبتيجي نقيس مكان عليه معجون بايظ زي ده كده مثلا 9.5، يعني الحته دي حوالي مثلا بتاع 180 مايكرون، لا 180 ايه 100 مدي معديه 200 مايكرون مثلا، اللي مش عارف المايكرون ده رجاله 1 مللي بيساوي 1000 مايكرون، 1 مللي بيساوي 1000 مايكرون، و10 مللي بيساوي 1 سنتي. ماشي. طبعا المعاجين دي عشان خاطر بس ايه ما حدش يفتكر معاجين دي بتبقى معاجين مخصصه لاماكن زي كده، واحنا شارحين شرح المعاجين، المعاجين الخفيفه اللي هي ممكن ترمي منها، مسموح انك ترمي منها بفيلم عادي جدا
على العربيات يعني بتبقى حاجات دي بقى تلاقي عندكم مشروع بالتفصيل. نيجي مثلا مكان زي ده كده عامل 9 مايكرون، نيجي مكان زي ده فيه شغل 19 مايكرون، 19 مايكرون، واخدين بالكم يعني المايكرون قد ايه؟ يعني احنا قلنا الاربعه يعني 100، اربعه يعني 100، يعني دي فيها كام اربعه بقى؟ فيها 5 اربعات، يعني 500، يعني دي نص ملي كده، نص ملي. احنا كده طلعنا بالمعجون نص ملي. عايزين نصف شويه مثلا، بس اهم حاجه تكون ظبط. هنا 15 15، واخدين بالكم يا رجاله؟ ادي الفكره. بس اللي عنده بقى اي استفسار اي حاجه يسيب في التعليقات. دعوه حلوه كده يا رجاله. الحاجات دي احنا موضحين دي انواع معجين مسموح ان انت تنزل منها في فيلم عادي جدا. بطل. بصوا هنا كده يا رجاله، 19 بس كده. اي اضافه اي استفسار سيب في التعليقات. يا رب يكون الفيديو سهل ومفيد، ما تنسوناش في دعوه حلوه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.